منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر قبل 7 سنين من دلوقتي، هو مهتم اهتمام كبير قوي ببناء الإنسان عبر توفير سكن كريم لكل المصريين، سواء من خلال المشروعات اللي بتراعي محدودي الدخل أو مشروعات الإسكان المختلفة، لغاية المبادرة اللي أطلقها الرئيس للتمويل العقاري بفايدة 3% على 30 سنة، واللي بتعد أقل فايدة تمويل في تاريخ الائتمان. منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر قبل 7 سنوات، وهو يعطي اهتماماً كبيراً لبناء الإنسان عبر توفير سكن كريم لكل المصريين، ولعل خير دليل على ذلك المبادرة التي أطلقها الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عاماً، والتي تعد أقل فائدة تمويل في تاريخ الائتمان المصري، لمساعدة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة في الحصول على وحدة سكنية بأقل مقدم وقسط وأطول مدة سداد. لم يكن توفير السكن الملائم فقط هو الهدف الوحيد، ولكن القضاء على الزحام هو هدف آخر، فقد شهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية منذ تولي الرئيس، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة. فنجد بصفة دورية افتتاحات مشروعات سكنية في ربوع المحروسة، مما يؤكد إصرار الدولة على إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر. ويتوالى إلى الآن طرح العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الدولة لامتلاك وحدات سكنية. ففي عام 2016 تم تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على الوحدات في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق في يوليو عام 2016، واقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين، وعليه فقد تم إنشاء 764,000 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي منذ 2019 وحتى 2021، وحيث شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي معظم محافظات الجمهورية، وتم تنفيذ 501,000 وحدة بالإسكان الاجتماعي بتكلفة 88 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 156,500 وحدة أخرى بتكلفة 48 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شاب تقدموا لمشروع الإسكان الاجتماعي في كافة الإعلانات السكنية التي تم طرحها الفترة الماضية. وتم تسليم وحدات سكنية لأكثر من 365,000 أسرة، حيث تتحمل الدولة مسؤولية مرافق الوحدات السكنية، والوحدات التي تم تسليمها كان متوسط أسعارها 150,000 جنيه.